الى الشوبين تغدينا، كانت الدنيا عامرة، سمحوا لي البنات ما صورتش لانه كانت الدنيا عامرة بزاف، شلة بشر وداكشي علاش تبرزت ما صورش هذا التخفيضات. المهم دابا رجعت للدار كيف ما كتشوفوا، وصلتني هاد لا كوموند، القلايه الهوائيه ولا اير فراير، ودابا حليتها وهادوك الانستراكشنز، هادو التعليمات ضروري خصكم تقراوهم. وريت لكم في الاول راه ممنوع منعا كليا انكم تحطوها على المايكروويف، دينجروس سو ما تحطوهاش على المايكروويف، سواء في كوزينة على بوتاجي ولا في طبلة ولا المهم. دابا كنقرا ماشي كنقرا، غير كنشوف الصراحة بلاتي، عاد نقرا شوية عليا نشوف الانستراكشن شنو كي شنو هذا وكيفاش نستعملها الى اخره. وحاجة تانية كيعطيو لكم حتى الدفتر ديال الوسيط اللي غادي هذا ديرهم، اللي يمكن لكم ديرهم في فراير زعما غير كهدية منهم، والصراحة تقدري ديري فيها اللي بغيتي. واعرة بزاف، انا بعدا حمقتني. دي فيها كوكيز، الحوت، كيك، لحم، دجاج، اللي بغيتي اللي طاحت لك على بالك تقدري ديريها فيها. حتى الفطور الصباح تقدري تصايبي فيها الاومليت مع مطيشة، ولا اومليت مع شامبينيون، ولا غير اومليت بوحديتو، اي حاجة طاحت لك على بالك ممكن ديريها فيه. الصراحة زوين بزاف، ما عرفتش علاش ما خديتهاش من شحال هادي. وانا خديت الكبيرة لانه مزيان تكون عندك كبيرة، يجو عندك الضياف ولا غير اللي كنتي ديري فيها دجاج جوج مثلا، دقة واحدة ديري فيها الكونتيتي كبيرة، ديري فيها اللي بغيتي. ما بغيتش ناخذ الصغيرة لانه صغيرة مزيانة لجوج الناس، مي الا جاو عندك الضياف وهذا ما تقدريش تستعمليها. فلهذا خديت انا الكبيرة، وهذه ديالي انايا فيها 6.7، يعني قولي 7 يترو كبيرة. انا غادي نحلها معاكم باش تشوفوا. خدوا هاي البنات، الصراحة زوينة بزاف، براكتيكال بزاف، تقدروا تستعملوها يوميا كل نهار، واقتصادية في الضوء وسريعة في كل شيء. صراحة زوينة، ما غاديش تستعملوا الفران نهائيا. وديك تقدري كيف قلت لكم ديروا فيها حتى الكيك، تقدروا ديروا فيها اللي بغيتوا، ولا طاحت لكم على بالكم ديروها فيها. انتما كتشوفوا سو كيجو فيها دو بياس من الداخل، هاد شبيكة ديري بحال هكا، تحطي عليها خضرة ولا دجاج ولا حوت، لحام اللي بغيتي. وكاين هاد التانية، هادي حتى هي تقدري ديري جوج ديال الايطاجات، تقدري ديري في الاولى التحتانية، وتقدري الا هادي تقدري تحطيها في الاول، ضروري ما تخلي لي سباس من التحت باش كومسا هذا الصهد يبقى يدور
ما تحطيش الخضرة ولا الدجاج ولا هكا لتحت ديريكت على البلاطو، خلي لي سباس من تحت داك الشبيكة اللي ورت ليكم، وحطوا عليها شي حاجة. من بعد ديرو دو هذا دو زيتاج. كيف قلت لكم هذه 6.7 لتر تقريبا، من 7 لتر كبيرة كبيرة، مي ماشي كبيرة كبيرة، صافا كيوت. من الداخل تهز بزاف ديال كونتيتي، و حتى الشكل ديالها صراحة كيوت زوينة. حطها في الكوزينة، نشعلتها ومازال صراحة ما قريتش الانستراكشنز، عاد يلاه كنخربق فيها. بلاتي غير نتسالي نقرا التعليمات ونشوف كومون سا سباس، نشوف كيفاش غادي نخدمها. فيها كل شيء، فيها كيف قلت لكم مثلا فيها لي فخيت تشيبس، فيها وين، فيها بيكين، فيها اللي بغيت اللي طاحت لك على بالك. المهم قبل ما تستعملوها ضروري ما تغسلوها، غسلوها ولا ديروا فيها الماء، ديروا فيها الماء في الاول وخليو داك الماء يطيب لمده 5 دقائق باش تحيد كاع الجراثيم، لانها كتكون دازت على يدين ما تعرفوا شنو كاين تما. ضروري ما تغسل قبل الاستعمال. كما كتشوفوا انا كنلعب معاها، اوبس اوبا. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي ندير لكم فيها دي روسيت متعددة.